بقى اسمح لي ان نحاول التعرف على وجهه نظر عسكريه هذه المره مع اللواء دكتور هشام الحلبي المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا. سياده اللواء اهلا وسهلا بحضرتك، هل هناك ادراك اوروبي بان حجم المخاطر التي قد تحيط باوروبا هي مخاطر موحده، والى اي مدى تبدو متفقه او متسقه مع المخاطر التي تراها الولايات المتحده الامريكيه؟ اهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. الحقيقه لا، يعني الموقف يعني في نقاط اتفاق ونقاط اختلاف، لكن هو في ثلاث نقط رئيسيه يوضحوا لنا المشهد. يعني اول نقطه ان في طبعا تهديدات بتواجه اوروبا حاليا، وخاصه التهديد بعوده الارهابيين من داعش اللي هم من اصل اوروبي الى اوروبا، وده تصريح واضح جدا قاله الرئيس التركي. وفي تصريح يعني هو ترجم بالفعل بالامس عبر بالضبط كده عدد من المقاطعين. دي النقطه الثانيه، ان ابتدى فعلا يرجع اعداد من هي صحيح اعداد صغيره، لكن صحيح. هو كده يبقى الموضوع ليس نوايا ولكن فعلا انتقل الى الفعل، ودي نقطه خطيره بالنسبه لاوروبا. كمان في نقطه مرتبطه بالنقطه دي، ان هو انتقال التهديدات والفكر المتطرف بحكم تكنولوجيا الاتصال، لان هو اللي موجودين دول هناك في سوريا على تواصل باصدقائهم قرايبهم بعض شرائح من المجتمع، ودي برضو مشكله موجوده. فده ما يتعلق بالموضوع داعش. النقطه الثانيه ان في عدم توافق، لان هو الحقيقه حصل تشاور ما بين تركيا وامريكا على احتلال تركيا لجزء من سوريا، وده هذا التشاور كان بعيد عن باقي دول حلف شمال الاطلنطي، وده خلى ان في دول رئيسيه زي فرنسا وبريطانيا ده منع تصدير اسلحه، وبالتالي هذا الموقف هل يحصل مفروض يعني الوضع كان يحصل تشاور ما بين كل الاعضاء، لكن ان يبقى في دولتين بيتشاوروا يخشوا في عمليه، هذه العمليه ماذا لو رد الجيش السوري على الاحتلال التركي؟ فده يبقى في دوله اللي هي تركيا حلف من عضو في حلف شمال الاطلنطي حصل عليها هجوم، وبالتالي الماده 5 بتقول ان هذا هو السؤال اللي طرحه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لما كان بيقيم وضع الناتو. اي هجوم على احد الاعضاء بيعتبر هجوم على كل حلفاء. لو حصل هذا الرد السوري على تركيا، ما موقف حلف شمال الاطلنطي؟ اضافه الى ان في موقف قديم من تركيا في مشكله على الاس 400 لما دخل هذه المنظومه الى المنظومه التركيه، وبالتالي في يحصل انكشاف لكل منظومة حلف شمال الأطلنطي من خلال تركيا عند روسيا، فدي نقطة خلاف. إضافة يمكن آخر نقطة أحب أنوه عنها، هو إيران وبدء زيادة التخصيب خرقا للاتفاق النووي اللي حصل. أنا شايف إن دي يعني الثلاث نقط الرئيسية دول هم الحقيقة يستوجبوا إعادة تقييم للموقف، علشان خاصة النقطة بتاعت انفصال تركيا وأمريكا بقرار منفرد، وتقييم يعني تقييم الموقف اللي طرحه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حوى بعض هذه النقاط، وعلى رأسها التساؤل اللي حضرتك طرحته، ماذا لو رد الجيش السوري بالاعتداء على تركيا؟ هذا سيكون اعتداء على دولة عضو في الناتو، كيف سيكون الموقف وقتها؟ شكرا جزيلا لحضرتك اللواء دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.